بالنسبة لبدر الشبراني كحكم مساعد. كرة ملعوبة باتجاه ماجد حزازي، عالية وطويلة إلى الأمام، رافائيل دا سيلفا بالراس، خلص لك كرة الجوعي، تسديدة قوية، وإيميليو زيلايا الهداف. نعم الهداف، الهداف الأرجنتيني يسجل الأول لضمك في هذا اللقاء، سادس أهدافه في عاشر مبارياته. أي صفقة يا نور الدين، أي صفقة يا ضمك، إيميليو زيلايا يسجل أول أهداف ضمك في المباراة ليتقدم أصحاب الضيافة والدار في هذا اللقاء مع الدقيقة 27. شوف رافائيل دا سيلفا، شوف الجوعي، شوف الجوعي، يسارية القوية، لعم يسارية الجوعي بتخلي دا سيلفا يلعب لك كرة بتمريرة حاسمة لإيميليو زيلايا بالعقب لإيميليو، وزيلايا يسجلها بيمناه في شباك الفيصلي ليتقدم ضمك بأول أهداف المباراة. نعم ضمك بعد أن أهدر زيلايا. كرة ملعوبة إلى الأمام، طويلة، استلام حلو، يا عيني يا شنيحي، يا عيني يا شنيحي، هذه خطرة قوية، إيميليو زيلايا، الله عليك. أي صفقة حدثت في الشتاء، حدثت في الشتاء وأعادت الربيع أو شيء من الربيع لضمك. يا سلام يا إيميليو يا زيلايا، أي صفقة يا نور الدين، أي صفقة تأتي بالنور وتنير الطريق لفارس الجنوب. يا له من أرجنتيني هداف، يا له من زيلايا يستغل كل الهدايا. الله على الكرة وعلى التمريرة، شوف التصويبة القوية، شوف زيلايا استلم، وشوف زيلايا تقدم، وشوف زيلايا في المرمى. النهايات سعيدة بأقدام زيلايا، النهايات سعيدة بأقدام الأرجنتيني. تفرح الجزائري نور الدين، وسط الضغط اللي كان فيه نور الدين وفريقة، يعود زيلايا بكرة مرتدة عكس التيار، عكس مجرى الشوط الثاني. الله، لم يقدم الكثير لكنه قد يقدم المهم الآن، قد يقدم المهم الآن. سننتظر بعد هذا التدخل إذا من ماجد هزازي، ركلة جزاء لرمز جبلي، هل يسجل هدفه السابع هذا الموسم؟ هل يسجل يوسف، يوسف ولا مصطفى؟ الجبلي يلعب له كرة، سجلها يوسف ويعود الفيصلي إلى المباراة، سجلها يوسف وأعاد العنابي إلى المباراة من جديد. البناء حرمة لا يرمون المنديل، لا يستسلمون، أتتهم ركلة جزاء استغلوها في شباك مصطفى وعادوا إلى المباراة، عادوا إلى المباراة. أي عودة وفي أي توقيت، أي عودة وفي أي توقيت، بكذا أمامنا تسع دقائق من نار، تسع دقائق راح تكون مشتعلة يا يوسف بعد هذه الكرة اللي وضعها في شباك مصطفى. إذن يقلص الفارق الفيصلي، يسجل يوسف هدفه السابع. لم يقدم الكثير اليوم لكنه قدم